ونص لازم نحكيها بيها وبيها 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 كلمه اصبر على اولها بالنص رح تعرف تاليها وكل اللي قال وقال يصلح ويصلح الاحوال ولكن من يعد يعد ينجز ويحقق امال والله نركب طياره واسوي لي اشاره وشيرها من زخر للبصره والعماره حط الساعد فوق الساعد صب الصب وما نتباعد يجمعنا هالوطن الواحد يجمعنا هالوطن الواحد لا تحط ايدك انت بدي كلمه ونص ما نحكي هواه انا وياك وانت وياه مثل الوطن احنا بايدينا وبخيرك لما تكون جاي كلمه ونص حياكم الله مشاهدينا الكرام اهلا بكم كلمه ونص والبدايه كالمعتاد من الموجز انتم العرب واحد تجبرون عنا كلنا احنا على مساعد وضع في بغداد فتحوا حقائب المسافرين واحتجازهم بالطائرات شركه فلاي بغداد متهمه بفتح حقائب المسافرين واحتجازهم بالطائرة هذه الفيديوهات تم تسريبها من قبل المسافرين أنفسهم وما زالت فضائح هذه الشركة مستمرة في تقديم الصورة السيئة للخدمات الجوية في العراق الإسكان والخدمات معركة حكومة السودان الحاضرة السودان وعد بخمسمائة ألف وحدة سكنية توزع على المستحقين ببرنامجه الحكومي لكن الحقيقة أن العراق بحاجة وفق مختصين إلى 2 مليون وحدة سكنية بناء متوسط في الأقل وهذه الوحدات لا قيمة لها بلا خدمات حياكم الله مشاهدين الكرام اعتاديت في البرنامج أن نبدأ بمقدمة نتحدث بها عن موضوع الحلقة نجيب محاور باستفهامات بوقائع بأرقام لكن اليوم قررنا نغير الخطة ليش؟ لأنكم مجموعة من العراقيين ومجموعة مو هينة لا هواية يشتكون من شركة فلاي بغداد خلنا نعطيكم أول فيديو هدية خلي نشوف هذا واحد من آلاف المناظر اللي موجود بمطارات العراق يعني احنا نحمد الله وشكره ونتمنى انه ما كان اكو سائح اجنبي ممكن ينقل هذه الصورة مو مطار تحسه سوق ناس شايلة جنطها على اجتافها او مجموعة من النازحين رايحين يفرون لان اكو اعتداء على مناطقهم دول موجودين في احد مطارات العراق تفضل يا حكومة مجرد احتجاز ناس في مكان معين مو القانون العراقي يجرمه لا القانون الدولي عبالكم وقفت على هاي ابدا خلونا نروح نشوف الفيديو الثاني وهذا هم لكم لا مطمئن الا خمسه لحد ما الطياره عطلانه وبعد ساعتين يا الله عطل بالطياره خامسين العالم بالطياره هاي فلاي بغداد الساعه مطمئن الا خمسه ليس وبعد ساعتين يا الله يلا تجبرونا عنا نبقى ساعه تجبرونا عنا والله ونحن مجبورين بعد اعرب انتم على مود واحد تجبرونا عنا كل احنا على مود ساعه يا معلم هذا حال مواطن عراقي اذا اراد يروح بشركة فلاي بغداد. فلاي بغداد مشاكلها هاي مو الاولى وممكن ما راح تكون الاخيره.
فلاي بغداد شركة للطيران بدت مشاكلها ومساوئها تطفح على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي اللي احنا اخذنا هذا الفيديو منه. طيارات عاطلة، مواعيد غير مضبوطة، والأهم هو التعدي على خصوصيات الناس بفتح حقائب المسافرين. يا ناس هاي أرواح ناس بطيارة، هاي شنو طيارة؟ خاف ما تعرفون، هاي طيارة مو سيارة، طيارة مو سيارة. أنا أتلاعب بهالعبثية بأرواح الناس. وهاي نداء إلى رئيس الوزراء، يا رئيس الوزراء أنت المسؤول التنفيذي الأول بالدولة، هاي المشاكل تشوفها توصل لك؟ لو أنت تشوف بس البرامج الميدانية يطلعون مع البرامج شكاوى المواطنين وجنابك تتصل بالمقدم وتقول له خلي توجه لي وهاي مشكلته محلولة وعاشتينك وحياك الله، هاي المشاكل موجودة تشوفها توصل لك؟ لو لا، احنا ليش طينا ترخيص لشركة أهلية؟ هم بقية على الشركات الحكومية، المفروض تكون الشركات الأهلية تسوي عروض وتقدم خدمات رصينة لأنها شركة أهلية تنافس القطاع الحكومي. هذا موضوع وهذا منظر شركة فلاي بغداد. نرجع لرئيس الوزراء، أنت المسؤول التنفيذي الأول بالدولة، يعني أنت من يجب عليه أن يطبق القانون الأول مثل ما طبقته على أخوك. وسرد نسأل من طبقته على طريقة ألو عماد حتى نغسل يدنا فدنا وبنروح؟ لو إذا تطبق بتطبيق قانون فلازم هاي الشركة تتحاسب. وإحنا لو دولة وعندنا ثقافة لمواطن عالية، هذول الناس ممكن يقاضون هاي الشركة ويطالبوها بتعويض. أريد نسأل هاي الشركة ليش ما تتحاسب؟ من يقف وراها؟ مال سياسي، نفوذ سياسي، لو هي تابعة لأحد مراكز القوى؟ الإجابة المفروض الحكومة الرشيدة هي تجاوبنا. خلونا نطلع الفاصل. الموروس لازم نحكيها بيها وبيها وبيها وبيها، كلمة تصبر على أولها بالنص رح تعرف تاليها، وكل اللي قال وقال يصلح ويصلح الأحوال، ولا كل من يعد يعد ينجز ويحقق أمال. والله نركب طيارة واسوي لي إشارة. الأسبوع الماضي أطلقت الحكومة عبر مصرف الرافدين قروض شراء وحدات أو وحدة سكنية بالمجمعات الاستثمارية. إيش قد قيمة القرض؟ 300 مليون دينار. وهنا المواطن من حقه يستغرب، ليش بالمجمعات الاستثمارية بس؟ لو لأن هذول أصحاب مصالح وسطوة ونفوذ وعلاقات ولازم نمشيها لهم. لا صدق، إذا هو قرض ومحسوب على المواطن ليش لازم يكون بالمشاريع الاستثمارية؟ يعني قوة مروة تريدون تنجحون تجربة مليئة بالمشاكل والأخطاء. تجربة الاستثمار بالمجمعات السكنية اللي أصبح من الأولويات لدولة تضع الاستثمار بالقطاع الإنتاجي في ذيل قائمة اهتمامها، والاستثمار الاستهلاكي مولات الشقق السكنية باهظة الكلفة تضعها في أولويات نهجها اللي يسمى استثماري، والحقيقة هو استهلاك، استهلاك بمعنى الكلمة. لكن خلينا نعكس الصورة، ماذا لو نجحت فكرة الإقراض لغرض السكن بالمجمعات الاستثمارية؟ ألن تخلق جو من التنافس يخفض سوق العقارات اللي يشتعل بسبب غسل الأموال القذرة؟ يجوز، وإن كان هذا الاحتمال ضعيف. ليش ضعيف؟ ضعيف لسببين. الأول أنه واحد من أهم أسباب غلاء العقارات هي الشقق الاستثمارية وقروضها الشرطية، واللي نسأل ليش؟ تدري ليش؟ لأن المواطن يقول لك إذا الشقة ب 300 مليون دينار لعد البيت بيش لازم يصير؟ هنا أنتوا سويتوا شعلتوا السوق مو لو لا. أما من ناحية غسل الأموال بالعقارات فإنه وإن كان يشمل المنازل فإن الشقق السكنية الاستثمارية موضوع أمام أكثر من علامة استفهام من يجي شخص مدافع ولا مدافع ولا فلس ياخذ الأرض مجانا والقرض من الدولة، والدولة نفسها تتولى بيع وحدات مشروع السكني من خلال فرض الاقتراض الثقيل. هاي شنو معناها؟ لا نسأل
وين لعد خطة البرنامج الحكومي اللي ألزم به السيد السوداني نفسه بتوزيع 500,000 وحدة سكنية على الناس؟ وقال البرنامج الحكومي فوراً، ومن الفوراً الحد هسه مرت 3 شهور، وقبلها كانت مبادرة داري واللي دائماً نسأل عنها وين هي. هيج تبنى الدولة؟ لو كل رئيس وزراء يمثل نفسه ووعوده تزول بزواله عن منصبه. وزارة الإعمار بخصوص داري كانت المسؤولة عن الفرز منطقة تسلسلات المواطنين وفق الاستحقاق، بس كل قبض ماكو، وهسه اكو وعود جديدة بحلة جديدة ما نعرف وراها قبض دولة. على فكرة الإسكان مو أراضي توزعها وبس، إذا مترافقة خدمات بنى تحتية، ويمكن وزارة الإعمار والإسكان الطرف الأهم اللي يملك مفاتيح أسرار كل هذه المعادلة، لا سيما وأن قرار الموازنة على الأبواب. الإسكان والخدمات، معركة السيد السوداني القادمة. ابقوا يعني بعد الفاصل. بعد أعرف أنتم العلم الواحد تجبرون عنا كل إحنا على مستعد. قضاء فلاي بغداد فتحوا حقائب المسافرين واحتجازهم بالطائرات. شركة فلاي بغداد متهمة بفتح حقائب المسافرين واحتجازهم بالطائرة. هذه الفيديوهات تم تسريبها من قبل المسافرين أنفسهم، وما زالت فضائح هذه الشركة مستمرة في تقديم الصورة السيئة للخدمات الجوية في العراق. الإسكان والخدمات، معركة حكومة السودان الحاضرة. السوداني وعد ب500,000 وحدة سكنية توزع على المستحقين ببرنامجه الحكومي، لكن الحقيقة أن العراق بحاجة وفق مختصين إلى 2,000,000 وحدة سكنية بناء متوسط في الأقل، وهذه الوحدات لا قيمة لها بلا خدمات. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ارحب بضيفي المهندس نبيل الصفار المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان. حياك الله. الله محييك استاذ اياس، كيف الحال؟ ان شاء الله بخير. الله يسلمك ويخليك ويحفظك. نبدي بمجموعه من الاسئله بصراحه، يعني خليكم اسئله هوايه الاسكان والإعمار. كم رصد من اموال لقطاع الاسكان؟ نعم، تحيه طيبه لحضرتك استاذ اياس مره اخرى ولجميع مشاهدي قناه دبليو تي في. شكرا. حقيقة هي مجموعة من المشاريع اللي تم إدراجها ضمن البرنامج الحكومي فيما يتعلق بقطاع السكن، وهذه المرة باستراتيجية مختلفة، لكون إنه هذه دواعي هذه الأزمة هي متشعبة وكثيرة، لذلك لا يوجد حل آني في هذا الوقت لحل هذه المشكلة المتفاقمة منذ فترات طويلة. لذلك كان التوجه الآن نحو بناء مدن سكنية وليس مجمعات سكنية، كون أن المجمعات السكنية هي كواقع حال موجودة لكن أسعارها خيالية جدا، ويعني وحضرتك ذكرت في بداية اللقاء الأسباب، يعني تقريبا لخصت بس تصحيح واحد أنه إحنا الحان بحاجة إلى 3,000,000 وحدة سكنية وليس إلى 2,000,000 وحدة سكنية، يعني الحاجة تزايدت وتفاقمت على مر هذه السنوات. فبعد ما كانت الحاجة إلى 50,000 إلى 100,000 أصبحنا نتكلم بالملايين. لذلك كان لابد من وجود رؤية. التجارب السابقة اللي موجودة كانت يعني كان من ناحية توزيع أراضي، من ناحية بيوت واطئة الكلفة، حتى المجمعات السكنية كلها لم تفي بالغرض ولم تؤدي الغاية من حل أزمة السكن. لذلك كان لابد من إيجاد رؤية جديدة وشراكات جديدة، حيث تم تشكيل فريق بحكومة السيد السوداني الجديدة برئاسة وزارة الإعمار والإسكان، وضمت الأطراف المعنية بهذا الموضوع من هيئة الاستثمار، هيئة المستشارين، وزارة التخطيط، المحافظة المعنية. احنا المشكلة الأساسية اللي كنا نعاني منها بالسابق هي مسألة الفرز والاستملاك. نعم. وأيضا انت ذكرت مسألة داري هي من راح نحكي عن داري وحدها ملف بالضبط. بس انا اليوم اريد اسأل واخذ اجابات يعني من جنابك مقتضى، قلت لك يعني الكلام كثير وله شجون. الأموال اللي رصدت لقطاع الإسكان بالموازنة بالبرنامج الحكومي للحكومة الجديدة. نعم، المدن اللي أدرجت ضمن البرنامج الحكومي حقيقة هي 15 مدينة، يعني كل مدينة طبعا يعني يختلف تتباين الأسعار مالتها. نعم، يعني تتراوح ما بين
يعني من 170 مليون 231 يعني كل وحدة إلى يعني إلها إلها يعني مبلغ معين من الأموال تم تخصيصها أو بالضبط، وخاصة وأنه هي الموازنة يعني على على وشك أنه هي تقر إن شاء الله بأقرب فترة، وبعد أن تقر الموازنة إن شاء الله ستشهد يعني مرحلة جديدة من ناحية ال 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 هل سعوف الأموال؟ أريد أسأل وين راح تتنفذ مشاريع الإسكان؟ نعم، احنا كمرحلة أولى تم إعلان 5 فرص استثمارية حاليا. طيب. مدينة في الموصل، مدينة في بغداد، مدينة في كربلاء، ومدينة في الأنبار، ومدينة في بابل، هذه كمرحلة أولى. نعم. مجلس الوزراء أوعز إلى وزارتي الزراعة والمالية بالإسراع باستملاك هذه الأراضي بالتعاون مع وزارة الإعمار والإسكان. احنا اللي قلنا هي المشكلة الأساسية اللي كانت تواجهنا بالسابق هي مسألة الفرز والاستملاك. المحافظات اللي حددت هذه الأراضي يعني ذن الخمس محافظات تم تحديدها واستملاكها وفرزها وأعلنت حاليا معلنة في الموقع الرسمي لهيئة الاستثمار وهيئة المدن الجديدة. هذه هيئة المدن الجديدة هي إحدى الهيئات التي استحدثت أيضا مؤخرا لغرض إنشاء هذه المدن. هذه المدن أيضا تم وضع معايير خاصة للمستثمرين لغرض الاستثمار بها، وهي يعني طريقة تحدث لأول مرة في موضوع الاستثمار. طيب. احنا المستثمر لازم نكسبه في سبيل انه يستثمر لي خارج مراكز المدن، لان يعني مراكز المدن وخاصة بغداد اصبحت مكتظة ولا تحتمل الاستثمار نهائيا ابدا. وبنفس الوقت انا شلون ايضا المواطن اخليه انه يروح يسكن بهذه المدن، لان يعني ايضا يعني زحم الزخم السكاني اللي موجود ايضا ما عاد يحتمل، وصار ضغط على البنى التحتية اللي موجودة. فالموضوع ما بين شقين متوازيين، انه كيف اني اجذب المستثمر وكيف اخلي المواطن. المستثمر انا شلون اجذبه؟ من خلال اعطاء اماكن مميزه في هذه الاراضي لغرض الاستثمار. تعرف المستثمر هو لازم يستفيد، يعني انه اني راح اخذ من هذا المستثمر ما نسبة 10 الى 15% من الوحدات السكنيه التي سيتم بنائها. طبعا هذه النسبه هي قابله للزياده، هذه كنقطه معياريه خليناها. يعني المستثمر اللي يقدم لنا وحدات سكنيه أو أراضي مخدومة أكثر من هذه النسبة فأكيد راح تكون مخدومة. خليني أوقف يوم هاي الكلمة. نعم. أستاذ. نعم. نبيل، الخدمات النقطة يعني الأساسية هي أهم فقرة. أنت اليوم تقول راح نطي أنا أجذب، شلون أجذب المستثمر يستثمر لي خارج المدن ببناء وحدات سكنية أو مدن سكنية. ما يشاع أو يقال أو تتهم به وزارة الإعمار بأنها لم تنجح أو كلمة أكثر قساوة فشلت في إيصال خدمات إلى مجموعة من المناطق موزعة ومفروزة من 2001، الصابيات، السلاميات، قرارة. هذني ما شو كنت توصل الخدمات؟ أجيب المستثمر أقول له يا باني فارز هاي الأراضي، تعال استثمرني هنا مناطق فارغة، بس نعم. المفروض أنا أوصل له خدمات. من يقول لي هذا المستثمر؟ من يضمن إنه المستثمر ما ينهزم إذا أقول لك هاي إذا بهالعمل البيروقراطي من 2001 ما طابت الخدمات؟ إحنا ما يخفى على الجميع يعني ما مر بالفترة الماضية من فوضى ويعني خلافات قد تكون حتى سياسية، ما جرى الاستثمار بشكل صحيح يعني حقيقة، وحتى الفساد الإداري اللي كان موجود ما نشهده حاليا نوع من الاستقرار الاقتصادي والأمني والسياسي اللي يعيش البلد. والحكومة اللي اجت حاليا هي اللي أطلقت على نفسها حكومة خدمات، وهي التي توعدت بإكمال أو تصحيح كافة الملفات اللي كانت ماشية بالسابق وكانت ماشية بصورة خاطئة مثل ما تفضلت حضرتك. حتى لحد ما أجت حكومة السيد السوداني اللي هي أدرجت ضمن البرنامج الحكومي، يعني هي هذه المدن السكنية وموضوع السكن وملف السكن هو من أولويات السيد السوداني. هسه احنا ناس تسمعنا. نعم. أنا واحد من الناس، عندي 3 أصدقاء عندهم طالعت لهم قطع مال ذوي الشهداء بالصابيات. نعم. أريد اليوم أروح أقول لهم وزارة الإعمار والإسكان بالبرنامج الحكومي، وهي الحكومة ايش راح تسوي للصابية؟ احنا توزيع بالمناسبة احنا خلي نفصل ما بين انه مسألة توزيع الأراضي، يعني احنا وزارة الإعمار والإسكان لا هي موزعة من 2001 قلت لك، من 2001 موزعة من قبل وزارة الإسكان أم محافظة بغداد، يعني هي اكو قسم تابع الى المحافظ. انا عايز اقول لك الخدمات نعم لم تكن موصولة. راح توصل هالمرة؟ هذه المرة يعني اكو شرط من شروط العقد اللي موجودة في هذه المدن الاستثمارية مقابل خطابات ضمان تم فرضها على المستثمر انه يوصل الخدمات الأربعة الأساسية قبل الشروع ببناء أي وحدة سكنية. يعني هذا شرط من شروط الإحالات اللي خليناها في المدن الخمسة اللي أعلنت حاليا
اللي موجوده يعني كفرص استثماريه. الصابيات توصلها اليوم اللي اخذ اجازه، الصابيات توصلها خدمات والسلاميات وقراره. هسه هذه هي اذا تابعه للوزاره، احنا قلت لك احنا مساله. لا هو انا جاي انت يقول لي تابعه الوزاره لو لا، انت المتحدث باسم الوزاره. لا احنا مو اكو الاراضي اللي توزع حاليا هي من قبل محافظه بغداد صراحه. حتى الخدمات اللي موجوده يعني في داخل محافظه بغداد اختصاصا هي من 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 مسؤوليه امانه بغداد ومحافظه بغداد. انت تقول بال2001، انا صراحه ما اعرف انه بال2001 اذا كانت هي كان كنا مجموعه بيت وحده سكنيه. مو انا قلت لك احنا احنا بالنسبه اذا نجي على تجارب الماضي اللي كانت موجوده، نعم فهناك الكثير من الاخطاء وهناك كثير من العشوائيه. تمام. ولم تكن تجري بصوره صحيحه حتى مساله حتى توزيع الاراضي. حتى نقفل هذا الموضوع. احنا شوف انا عندي سؤال. اي تفضل. اليوم انتم اجتمعتوا كوزاره. نعم. نعم. كنهج جديد ومنهاج جديد وبرنامج حكومي وحكومه تحمل شعار الخدمه الوطنيه. نعم. تمام على راس. من قعدتوا ما ادرجتوا هذه المناطق اللي المواطنين والله هوايه استاذ نبيل كل شيء. انا راح انقل هاي الصابيات والتاجيات. احنا هنا احنا هسه بنركز على المناطق. احنا عندنا ما اجتي بالذكر مو هي لان يعني مكتسبه الدرجه القانون. احنا البلديات صفر قانون. يعني اكو قانون نقل الصلاحيات اللي صار للمحافظات ارجع اقول لك عليه. هذا يعني زين. فاذا احنا وزارتنا كانت على قانون 21 تبيع الأراضي السكنية واللي أوقفتها المحكمة الاتحادية وما نوزع يعني التوزيع اللي دا يجري هو من محافظة بغداد. زين. هذا اللي احنا طيب. هذا اللي احنا وزارتنا معنية به يعني ما معنيين به أيضا حاليا هي المدن السكنية. المدن السكنية يعني في كربلاء، في كربلاء، في بغداد، في الأنبار، في بابل، في الموصل. حاليا هاي خمس مدن كمرحلة أولى، وستعلن إن شاء الله بعد عيد الأضحى إن شاء الله ستعلن خمس مدن سكنية أخرى. وبعدها أيضا ستعلن خمس مدن سكنية أخرى. ليش؟ الفلوس هاي هو لا لا احنا شوف احنا بنجيب مستثمر. احنا المستثمر نريد نستفاد من عنده. طيب. احنا الاستثمار اللي موجود عندنا صراحة على قد مجمعات مستثمرين أصحاب نفوذ خلينا نقول علاقات أخذوا أماكن استثمارية مميزة داخل بغداد واستثمروها وباعوها وصارت مسألة تجارة بالموضوع. مزين. عرض وطلب لأن إحنا بحاجة إلى وحدات سكنية. هل أنتم مسؤولون عن ما؟ لا إحنا ما من حجازات استثمارية. لا لا هل أنتم مسؤولون عن أعرف هيئة الاستثمار؟ نعم. هل أنتم مسؤولون عن قبل قليل قلت انا اريد اجيب المستثمر اخليه خارج. اي نعم. هو هذا اللي خلانا نطلع للصابيات. نعم نعم. انا يوم اشوف مجمع امام الزوراء بنص بغداد. نعم. مجمع ام جسر الطابقين بنص بغداد. يمكن 47 مجمع موجود في بغداد. مجمع صاير ما قلت لك هو اي يعني هاي بلبه المناطق اللي تكتظ بها يكتظ بها السكان اللي هي اصلا غاصه. هو احنا ذكرنا هذا نعم. هذا شلون ناقشتوا؟ هذا إجازات استثمارية ممنوحة سابقاً والمجمعات بنيت وصارت واقع حال خلينا نقول. والوحدات السكنية ما شاء الله تزيد أسعارها وصارت مضاربة بالموضوع. وإذا نرجع على أسبابها فأسبابها كثيرة مثل ما قلت لك يعني. حتى مسألة غسيل الأموال اللي ذكرتها هي واحدة من هذه المسائل. بعد ما كانوا التجار أي لا كانوا يودون فلوسهم بالبنوك الخارجية اللي داير مدار البلد وأفلست المصارف. شي يسوي عنده فلوس يشتري له عقارات بالمليارات يعني ويخليها. فهذه واحدة من الأسباب اللي أدت إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية. المواطن البسيط بالمناسبة هو هذا هو اللي سألك عن المشاريع الاستثمار المتوسط وواطئة. المشروع هذا اللي أعلنته الحكومة ترى هو مستهدفة به بالدرجة الأساسية الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود بالدرجة الأساس هو مستهدفين به. لأن بالسابق هسه خلينا نقصد نحكي إنه لحد الآن الناس يشوفوا مجمعات بس الناس باوعيت تقول هم فد يوم يجي هو هسه صح من حقهم طبعا صار أكيد. أمنية مع العلم انه احنا اول ما اطلقت اجازات الاستثمار قلنا راح تحل ازمه السكن. صح. بالعكس زاد سعر العقار. هي مجمعات شوف سكنيه موجوده لكن حتى هذه المجمعات يعني ما واكب يعني حتى لو تستمر لو استمرينا على المجمعات خلينا نقول ما رحنا على شغله المدن يعني هاي راح تحل لنا 10 الى 15% ترى من مساله السكن. لذلك التوجه كان انه انا لازم انشئ مدن وهذه المدن يعني بموجب البرنامج متوسطة الحكومي متوسطة واطئة الكلفة؟ نعم. أه. الوحدات السكنية اللي راح لا الوحدات السكنية هي نفسها حال يعني المستثمر راح يبني وحدات سكنية راح ياخذ المدن إلى المدن العفو اي وينطي 15% او 10% قابلة للزيادة للمحافظة المعنية لتوزيعها. طيب. للفئات المجتمعية. الدولة عندها نظرة بهذا الموضوع انه اني يا اما يعني وطبعا يعني البنك المركزي كان حاضر ايضا بالافتتاحية اللي كان حاضرها السوداني في واحد من المجمعات واللي أيضا هواي قالوا شلون يحضر في افتتاح هيك مجمع بهيك أسعار خيالية. لكن هو أيضا قلت لك إحنا المستثمر هذا
أو القطاع الخاص لازم أجيبه أنا كيكون شريك، لأن تعرف القطاع الخاص شريك أساسي بتنمية الدول، وأنا لازم أكسب القطاع الخاص حتى يبني لي هاي المجمعات، خصوصا أنه دا أشوفه أنه المجمعات اللي دا يبنيها يعني بمواصفات يعني جيدة وجيدة جدا، يعني ممتازة أكو قسم منهم، يعني مجمعات الناس عافة بيوت اللي عندها واللي احنا ما متعودين على ثقافة البناء العمودي، لكن ليش يجوي إذا هذا خدمات موجودة والكهرباء موجودة. نعم زين، حدثني عن مشروع الإسكان مناطق خلف السدة، هل هو مال مدينة الصدر قصدك؟ ايه؟ هذا على أمانة بغداد صراحة، أمانة. هي شوفوا من ضمن توجهات الحكومة انه هي تشتغل في عدة يعني اتجاهات، واحنا قلناها هو لكون الأزمة متشعبة فاحنا نحتاج الى حلول كثيرة. كعمل إداري، كعمل إداري انت من خلال خبرتك الإدارية تعتقد انه هذا توزيع الصلاحيات للمناطق، كل دائرة لها منطقة معينة، هذا شيء صحي أم تكون هناك مركزية؟ لا هو شوف لوزارة الإسكان والإعمار وهي متوجه الدوائر المعنية. هي هذا التوزيع بالعكس، التوزيع الجهد ما يخالف، خلي يكون إذا كان بنتيجة، وإحنا بالتالي إشراف موحد. لا مو إحنا بالتالي ممكن. إحنا بالتالي نريد نجيب الاستثمار يستثمر لنا في هذه الأماكن، يعني المستثمر اللي يريده يجي، وإحنا من الشروط بالمناسبة إنه فرضنا إنه يجيب لنا كشف حساب يؤيد امتلاك المستثمر او القطاع الخاص او المطور ما لا يقل عن 25% من قيمه المشروع، وقيمه المشروع تعرف هذني يعني كل مشروع يمكن 3 مليار او اكثر يكلف، صح لكونها صح لكونها مدن، حتى يعني اذا تجينا حاليا ائتلاف مجموعه شركات لان المبلغ كبير، فاكو بعض الشركات تائتلف فيما بينها وتقدم لنا عروضها في سبيل انه ينجزون هذا كله. شنو احنا ايضا مقدمين لهم مميزات لهؤلاء المستثمرين، انه راح نعطي اماكن مميزه في هذه الاراضي، انه يبني له مجمع تجاري، مجمع خدمي، ممكن هو هم يريد يستفيد، يعني يقول لك لان هو يعني هو شكك وقال لك انت يا مستثمر هذا اللي هو جاي لغايه الربح بالضبط من حقه، واني اريد استفاد انه انطي للفئات المجتمعيه اللي حل ازمه السكن، نعم اعطيهم هذا الوحده من هاي الوحدات السكنيه حتى يكون حاله حال اللي ممكن يسكن في اي وحده سكنيه، يعني كمواطن من حقه. غرف عمليات مشتركه ما بينكم بين الدوائر المعنيه، نعم. وشون الاجواء بيها يعني الاجواء تكون والله شوف انا راح لو كل واحد لا يشوف نفسه هو الزعيم ولازم كلمته تمشي، نعرف انه هاي عقده موجوده هاي موجوده، خلي نكون صريحين، لا هي كانت موجوده، لكن احنا بالسابق حتى موضوع يعني انشاء اي مشروع خلينا نقول بصوره عامه، هواي كانوا يقول يعني هذا ما يصير يا أخي، دعوفه هذا به هواي تعارضات، هذا به هواي تقاطعات، لكن احنا من قعدنا طبعا اجتماعات مستمرة ويا المحافظين، يعني تقريبا على يعني مدى كل أسبوع اجتماع أو اجتماعين أو أكثر يجري بهذا الخصوص. من يتم الجلوس على طاولة واحدة، أنت شنو المشكلة مالتك يا فلان يا محافظة أو يا وزير الفئة المعينة؟ التعارضات اكثر شيء كان موجود هو التعارضات، يعني حتى من قعدنا ويا هذا سبب سؤالي قبل شوي، قلت انه لازم تكون اكو مركزيه حتى واحد هو المركزيه. هسه المركزيه صارت يعني هذا كفريق شكل برئاسه وزاره الاعمار والاسكان، قلت لك وده نقعد مثلا نقعد نشوف شنو التعارضات اللي موجوده، شنو المشيدات اللي موجوده، المن تابع هذه المشيدات، تعال يا يعني هذه يا اما انت تنقل المشيد مالتك او بتجاوزات انه ممكن نزيلها. فلذلك الخمس مدن هذه اللي قلت لك عليها هذه تم فك كل التعارضات مالتها، وحاليا احنا نمشي في بقية الأراضي السكنية اللي تم تحديدها من المحافظات، المحافظات يعني شريك رئيس بهذا الموضوع، يعني طيب هم من بس من يعاب على العمل مع على المشاريع المناطة بالحكومة المركزية من مشاريع إسكان أو مشاريع نفط أو غيرها، انه ما هو بالمحافظات، ما هو للحكومه المركزيه متلك، هذا شغله الـ يعني نقل الصلاحيات هي شوي هم صار بيها. خليني هسه اروح انا خليت هاي بالنص. اي هسه انا اريد اروح بلد ديمقراطي اسال عن مبادره داري، وانا مواطن عندي حق الوصول الى المعلومات. صحيح. مبادره داري اذا ادور عليها القاها حاليا اي هي تلقى الرقم مال الانترنت اللي هي بالاساس لا وجود لها. وسؤال الأهم، هل الوزارة تعمل حسب شخصية الوزير؟ يعني الوزير إذا طلع ورئيسه رئيس الوزراء يطلع خسؤال يتنتهي المبادرة وتروح أحلام الناس؟ والله هذا لو الوزارة تعمل كمؤسسة، هذا يعني كلش سؤال مهم يعني صراحة. أشكرك. نجي أول شيء على موضوع داري. إحنا يعني نفترض حسن النوايا بالنسبة، أنا قلت لك هناك كانت استراتيجيات مستخدمة من قبل الحكومات السابقة في حل أزمة السكن،
تركز معظمها في موضوع توزيع الأراضي. وهذه توزيع الأراضي حتى المواطن اللي كانت تطلع لقطعة أرض ما كان يستفيد من عندها، لأن كانت تكون في أماكن بعيدة غير مخدومة، يبيعها وحتى قبل لا يشوفها ورجع قعد في مكانه. رؤية الحكومة كانت في توزيع الأراضي انبثقت منها أنه أنا عندي أماكن، عندي مساحات شاسعة، خلي أوزعها كأراضي للمواطنين. لا بس عزمت نفسها، قالت ما أنطي إذا ما وصل خدمات. الخدمات لم توصل لهذه المناطق، والأهم من هذا أنه الأراضي لم تكن مفروزة ولم تكن مستملكة من قبل البلدية. الشيء الوحيد اللي وصل هو الرسائل التليفونية. الرسائل، لذلك قلت لك هسه لا تلقي بس الأرقام اللي موجودة. لذلك إحنا هسه حتى في هذا، يعني هو إحنا كله نتيجة التجارب السابقة خلنا نستفيد من عندها حاليا. إحنا هسه نأسس صح مثل ما قلت لك، إحنا كوزارة لا يعني نشتغل لوزير ولا لحكومة معينة. بس هذا ممكن الحديث أنا سمعت 2005 و 2014 و 2018. ما إحنا قلنا إنه أنا اسمح لي، يعني ماكو واحد يجي يقول أنا دا أشتغل تأسيس غلط، أو هو من أطلق مبادرة داري كانت ال إيه بس هسه بينت إنه هي هاي يعني أنا هو أريد بس هسه بينت عذرا أنا أريد شيء يثبت بأنه هذا العمل يختلف عن سابقين. راح أعطيك مثال واحد. الوزارة تعمل كمؤسسة لو على مدير لا ما إحنا قلت لك هسه راح أعطيك مثال الآن وبالسابق. احنا في السابق قلت لك كانت الظروف الاجتماعيه والسياسيه والتدخلات اللي موجوده اغلب المشاريع ترى كانت متلكئه. بالمناسبه ترى عندنا مشاريع من 2011 12 13 وانت صاعد متلكئ هسه بدا العمل بها بالجديد بالحكومه الجديده. زين. احنا خلينا نعطي فرصه لهذه الحكومه. الحكومه يمكن هسه يعني صار 6 اشهر قد من اشهر صار اي يعني ما صار لها سنه خلينا نقول 7 وشي يعني نوصل 8 ان شاء الله. الظروف اللي موجودة حاليا مواتية للحكومة صراحة، يعني قلت لك حتى من ناحية انفتاح العراق، وجود دخول الشركات الأجنبية والعربية اللي موجودة واللي ممكن جدا انه هي يعني يحال عليها قسم من هذه المشاريع، لان احنا وزارتنا وقع عليها الثقل الأكبر بملفين مهمة، موضوع يعني الطرق فك الاختناقات وموضوع أزمة السكن. ما يجري حاليا بموضوع فرز هذه الأراضي واستملاكها حتى هي تكون أساس، يعني باكر عقب حتى لو يجي أحد وراء هاي الحكومة إنه راح يلقي أراضي موجودة مفروزة يكملها المفروض، يعني تقل. راح الوزير بقى الوزير المشاريع نعم. باقية نعم المفروض. إحنا قلت لك إحنا هسه يختلف عن العام نحاول نأسس صح. هو مو بس العام، هي كل الفترات السابقة. مو هي العام كانت مبادرة داري. إيه مهم أقول لك إحنا نفترض حسن النوايا، يعني نفترض حسن النوايا. قال لي راح أسوي لك أزمة سكن، راح أحل لك أزمة سكن. وراها اجن طاني رسائل روح والناس تروح وانا من دوي الشهادات ومكان زين وكذا لم تكن، طلعت عبارة عن كذبة كبيرة تم التلاعب بيها بمشاعر الناس. والآن آني لو 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 بلد يعني اقدر احمي نفسي اروح اقابل الحكومه تعالوا سببت لي ضرر نفسي ومادي. الاجراءات اللي تم اتخاذها حقيقه لم تكن اجراءات صحيحه بهذا الموضوع، لان احنا نرجع ونقول انت قبل لا هذا تسوي الخطوه كان المفروض انت توفر خدمات. ماكو شيء بدون دراسه يعني هو المفروض يكون مدروس، يعني صراحه لم يكن مدروس. لا ما اعتقد كان مدروس. اي واحده بس العفو يعني على مود هذه يعني واحده من المدن اللي موجوده مدينه علي الوردي حاليا اللي اللي ايضا تقريبا نحن في طور الاعلان عنها كفرصه استثماريه. يعني مجلس والله زين كافي مدينه علي الوردي نعم اللي هي يعني قريب النهروان. يعني مجلس الوزراء قرر انه يعني خصص لها ايضا مبالغ ماليه، واعز الى وزاره التخطيط انه يخصص مبالغ لوزارتنا لغرض انشاء الطرق لهذه المدينه. يعني راح ناسس الطرق الواصله لهذه المدينه حتى ايضا تكون يعني شلون نقول ميزه للمواطنين انه يروحون يسكنون في هذه الاماكن. مساله الخدمات قلت لك هي من الامور اللي تم فرضها على المستثمرين لايصالها الى داخل هذه المدن، الخدمات الاربعه الاساسيه طبعا. طيب خلصنا مبادره داري احنا يعني طلعنا انه احنا كل اللي صار هو رقم الكتروني مضبوط. طيب هل من المنطقي يسال سائل تمليك المتجاوز؟ هو المتجاوز مو لازم يعمل له على رصيف، على مثلا ساحه مخصصه مدرسه متنزه مستوصف مستشفى، المفروض هذا ينحبس، مو اعطيه اوراق تمليك واملكه. احنا على الزراعي وثارت مشكله، الزراعي هذا اللي توازى واشترى له
25 متر، اشترها 50 متر زراعي وبنى بيها اليوم الدولة ما تملكها. هنا يسأل المواطن يقول هذا شنو التناقض هذا؟ خو أني لو ما يمنعني ضميري وحسي الوطني خو أتجاوز عليهم أي ممتلكات صح. دولة زراعية تجاوز وقعد إذا كل من له. هو هذا أحد المشاكل الحقيقة اللي أدتها هي مسألة يعني أزمة السكن اللي صارت، يعني تقريبا يمكن 9% من المواطنين ساكنين في عشوائيات وتجاوزات اللي صارت. هي هاي واحدة من أسبابها قلت لك، نتيجة أنه تعاملون ويا الموضوع أمر واقع. احنا كوزارة اعمار واسكان يعني هو هذا مو احنا اللي نقدر نفرض عليهم انه يطلعون او ما يطلعون. احنا فيما يخص عملنا يعني مشخصين هذا الموضوع فيما يخص المدن اللي موجودة قلت لك بالتعاون مع المحافظات كملناها. يعني الاراضي الخمسة اللي تم اعلانها هي اراضي ما بها اي تجاوزات، تم حل كل الاشكاليات اللي موجودة بداخلها، واللي هي كانت هاي المشكلة الأعظم بهذا الموضوع. الدولة طبعا رغم ذلك يعني هو حتى المواطن من يقعد يتجاوز ليش غير ما عنده مكان يسكن به، فالدولة هي أيضا ملزمة والله مو شرط يعني بعد ما يعني تعرف يعني اللي ما عنده واللي استسهل الموضوع لغياب الرقيب يعني والقانون هم صحيح. أنا أجي وياك صحيح أكو ناس يمكن استغلوا هذا الموضوع، استغلوا غياب الرقابة، لا بتسامع أنه ناس أجرت بيوتها راحت قعدت بالتجارة هواية هم أكو موجودين. بس مع ذلك يعني خلينا نقول إحنا أيضا أكو من فعلا هو مستحق وراح يتجاوز، لذلك الحكومة هسه ملزمة انه هي توفر له بهذه المدن اللي ما عنده وحدات سكنية. طبعا هاي توفر له وحدة سكنية اكيد بكل تأكيد. والتمليك تمليكهم هذا قرار حكومة وليس قرار يعني اكو قرار وزارة اعمار واسكان قرار اكو هيك قرار ما اعرف والله اكو هيك قرار لو ماكو ما ادري موزعينهم اوراق تمليك منو نبيل موزعينهم زين أراضي المن تابعة للزراعة للمالية المن أراضي تابعة للدولة إيه مهي الدولة يعني أغلب الأراضي هي تقريبا تابعة لوزارة المالية أسأل صراحة أسأل الآن اليوم أكو مكان قصر المؤتمرات أشرفت علي أمانة بغداد تشجره وتسوي له ورد وكذا. أنا اليوم إذا أروح أضرب كرك بحديقة من الحدائق ما نحبس تتجاوز على أملاك الدولة وممتلكاتها. هو المواطن شريك أساسي في تقويم دعائم الدولة طيب. وإحنا إذا نريد نبني لنا دولة يعني دولة مؤسسات أكيد لازم المواطن هو يكون شريك بها، ولازم هو أيضا يشعر بالمسؤولية خاصة قلت لك من إحنا نشوف أكو توجهات من هذه الحكومة وحتى أكو ارتياح يعني شبه ارتياح بالشارع من موضوع الخدمات اللي يعني نشوف لأن إحنا نشوف حركة عمل موجودة فعلا بالشارع. يعني اكو نيه يعني صادقه في موضوع انه اني يعني طيب. ادي الخدمات المطلوبه للمواطنين. قبل شوي قلت لي انه اوكلت على عاتقكم ليس الاسكان والوحدات السكنيه بل الطرق. نعم. انا اريد اسال اليوم واقول للمشاهد الخطه اللي راح تعلن المجسرات الجديده هل تم الشروع بيها من ترى الموازنه وين اماكن راح تكون بالكرخور الرصافه؟ هي الحزمه الاولى صراحه يعني تم الاعلان عنها تشملت 19 مشروع في تقاطعات بغداد اللي يعني تمت وفق دراسات انه هذه اكثر الاماكن ازدحاما موجوده. تم الاعلان عن 5 مشاريع بدا العمل الفعلي بها حاليا. بدا 5 مشاريع عندك 3 في جانب الرصافه، واحد من الداخل الى شارع فلسطين عبر يعني مجسر. القناه شارع القناه هذا حلينا مشكله شارع فلسطين. اي وعندنا واحد من جميله الى باب معظم. وعندنا تقاطع القدس 99 اللي هو ما بين الفضيليه والمشتل والبلديات. نعم. وعندنا ايضا مشروعين في جانب الكرخ ايضا بدا العمل الفعلي بها، تطوير ساحتي عدن وصنعاء من خلال إنشاء أيضاً مجسرين. وكذلك عندنا مشروع السيدية دورة، تقاطع السيدية دورة أيضاً راح يشمل إنشاء مجسرين لفك الاختناقات في هذه المناطق. أيضاً عندنا هذا بدل العمل الفعلي. وعندنا أيضاً مشروع ساحة النسور، هذا أحيل إلى شركات صينية حصراً أيضاً يعني حالياً بأعمال تحريات التربة، وإن شاء الله أيضاً سيعلن قريباً جداً بالإضافة إلى باقي المشاريع. يعني اكو عمل حقيقه، اكو يعني المشاريع الاخرى ان شاء الله كلها ستنطلق يعني، بس اكو عمل خلينا نقول. لكن هذا معتمد على الموازنه؟ لا هذا هذا هذني لا هذني الحكومه تعهدت بتوفير يعني مبالغهم حتى لو لم تقر الموازنه يعني هذه احنا قبل لا يعني
قبل لا تصير الموازنه احنا ذني بلشنا به يعني، وهذا هو وهذا يحسب للوزاره يعني. اي نعم المشاريع هي الحكومه، نسال الحكومه ليش ما باشرت؟ لا لا هي يقول لك حكومه ليش بدون موازنه. احنا هذه باشرنا به يعني قبل شهر تقريبا ذني الخمس مشاريع، والحكومه قلت لك هي اللي تعهدت بتوفير المبالغ الخاصه بهذه المشاريع الحيويه الرئيسيه. مساله المدن قلت لك احنا قد نحتاج الى مبالغ بسيطه في هذا الموضوع، وايضا هي ايضا تم الإعاز لوزارة التخطيط. سقف زمني لإنجاز المدن؟ 3 سنوات اليوم. يعني هو لا بالبرنامج الحكومي 3 سنوات. 26 لو 27 لا يعني 24 26 26 اي اي بس أنا طيت 500 ألف وحدة سكنية يعني، هذا المفروض هي ما مثبت بالبرنامج. شوف الحكومة دا تعطي تعهدات على نفسها أي. صح؟ وهذا اي واكو من يعني من في السابق قلت لك يجي يقول لا تشتغل يعني انت، هذا ما يصير يا اخي، هذا هذا موضوع معقد، هذا موضوع حاولوا به يعني حكومات سابقه، حاولوا به وزراء سابقين لكنه ما صار. الان لا بدا يصير، وفعلا بدا يصير على ارض الواقع. احنا تحملنا كثير يعني بالفترات السابقه، لكن انا اشوف انه حاليا ممكن الارضيه مهيئه لانجاز هذه المشاريع ان شاء الله. اسالك عن حلم بغدادي، قطار بغداد المعلق. نعم. يعني راح يجي يوم نشوفه. احنا نعرف انه كل ما تتشكل حكومه ينطلق هذا هو هم مدرج بالبرنامج الحكومي بالمناسبه. اي مدرج ايه على وزاره المره، على وزاره النقل. ايه هذه نعم. المره الوزارات والمحافظه الزمت نفسها قالت بس قروه للموازنه تلقون قطار. صحيح هو على وزاره النقل وليس وزاره ايضا مو وزارتنا. عن معلوماتك وانت موجود. انا اللي ادري به هذا، انا اللي ادري به انه هو ضمن البرنامج الحكومي، وادري انه وزاره النقل هي اللي معنيه بانجاز هذا المشروع. ويعني ان شاء الله. اكو خطط لاعمار الطرق؟ بالتاكيد احنا الطرق يعني بالاضافه الى هذه. خلينا نبدا من شمال بغداد. لا لا احنا عندنا مجموعه من الطرق قلت لك اللي كانت ايضا موجوده، يعني انا موجود هنا أنا عندي مجموعه كبيره من مشاريع الطرق حقيقه اللي موجوده. يعني احنا عندنا مشاريع مستمره 26 مشروع يعني ماشيه ضمن الخطه الاستثماريه اللي موجوده، وعندنا ايضا 5 مشاريع قيد الادراج يعني في على الموازنه خلينا نقول هذه. وكذلك عندنا مشاريع ما تحتاج يعني من القروض اللي موجوده. يعني ملخص الكلام انه حاليا 44 مشروع موجود. طيب في دائره الطرق والجسور شمال بغداد يشمل تقريبا كل المحافظات. شمال بغداد سويتوا 4 شوارع شمال بغداد، بس يقال انه ما اخذ بالحسبان فتحات الطرق من اليمين الى اليسار، يعني ابو الثعالبه مضطر يمشي 25 كيلو يروح يلف من بوب الشام. قصدك مداخل بغداد؟ لا هذه ذيك المناطق بشمال بغداد. شمال بغداد الشوارع صارت 4 شوارع، مضطر ابو الثعالبه يفتر من بوب الشام او حمادي شاب حتى يروح. خاف على الامانه هذا مو علينا. خاف على امانه مو علينا. ولو امانه لو محافظه بغداد. لو امانه هاي مشكله صراحه. شوف يعني هي الرضا قاعد ابو الامانه وابو المحافظه اي اي لازم وابو الاعمار اي لازم حتى كل واحد يجاوبني على اي لا احنا بالنسبه لنا كوزاره اعمار وثانيه يعني صراحه الطرق الخارجية يعني اللي هي مسؤولة عنها يعني. طيب. ما بين المحافظات احنا مسؤولين عنها. سؤالي الأخير لك كمواطن ومختص، أنت ساكن بغداد؟ أكيد إيه طبعا. كرخ أو رصافة؟ لا كرخ. كرخ تعبر على الرصافة؟ إيه أكيد نعم. على جسر الجادرية؟ أي جسر الجادرية. ما الحكمة من هذه هذا المطب اللي كان تخسف صار تحدب؟ عندك معلومات؟ هذا أتصور هذا شغل دولة شغل لا دائرة شو. احنا دائره الطرق والجسور طبعا هي نشرت بيان توضيحي بهذا الخصوص. مساله الجوينات اللي يعني عرفنا انه هي هاي امور استيراديه يعني، واستيرادها يعني يتاخر الى فتره 3 أشهر أو 4 أشهر، لذلك هو هذا يعني موجود حاليا مؤقت. بشكل مؤقت لحين كيف صار تدري؟ قد صار 3 أشهر يمكن. صار اكثر بال5 أشهر صار اي على كل بعد رفع السيطره مباشره صار هذا الجزء. اي هو صح قلت لك دائره الطرق والجسور نشرت به صراحه يعني نشرت. احنا في هذا الموضوع احنا شوف لا لا هو احنا في هذا الموضوع ايضا هو المفروض عمليات صيانه الطرق وادامتها كلها محتاجه الى صيانه وادامه. على رأسي. احنا المشكله تدري شنو؟ انه الا يوقع الفاس بالراس يلا بعدين نجي نبيل. لا نجي أكو نجي نصلي. نعم قضيه هسه انا من اريد اذا انا مثلا عامل حرفي صباغ نجار نعم من اشتغل ببيتي او اشتغل لبيت جيراني
تختلف من اشتغل المؤسسه من مؤسسات تأكيد الدوله بكل تأكيد. هذا العمل عيب بكل ما تأكيد. اسويه افضل نعم. من ما اسويه واقول انا اشتغلت نعم لا بس هذا انت حتى وان كان مؤقت اكتب عليه مؤقت ما اعرفه مبهم والله الناس لا لا هو لا لا هو هو مؤقت انا اقول لك عليه انه هاي هسه انت قلت مؤقت اكتب عليه مثل ما اكو تحويله تصير للاسف لازعاجكم نعم نعمل لخدمتكم نعم نعم اكو يعني لماذا هذا عدم الاكتراث لمشاعر الناس وعقليتهم هو هذا قلت لك هو هذا من ضمن الـ يعني اعمال الصيانه اللي كان المفروض يعني تشخص قبل هذا التاريخ لذلك احنا من صار الموضوع واقع حال ما نقدر نعوفه لذلك تم استخدام يعني مواد محليه في تصنيع هذا بس اكتب الجوينت تقول لي انه ايه؟ هذا الموضوع مؤقت المفروض نعم لا لا هو ترى نشرد يعني نشرد ما نشرد ما نشرد 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 بي التاكسي ما راح يروح في الموقع كل في كل الاعلام يعني ما راح يتابع أي نعم ولا لا اكو بيان ممكن بيان هذا الموضوع ممكن راديو ما يسمع يسمع مسجل اي نعم اتمنى واطلب منك ان توضع لافته يم توصل هذا الموضوع هذا رجاء شخصي لا لا اكيد طبعا رجاء من كل العراقيين بانه علمهم انه هذا معاناة الكل صحيح لان الموضوع صحيح. اخذ مدى بالسخريه ومدى بال يعني بالتهجم على صحيح. الدائره اللي اشتغلت يعني احنا مو معقوله نجي نفك ازدحامات ونسوي لنا فد عمل يسبب ازدحامات الناس راح يقول لك من ضمن السخريه هناك ما انطاهم قلبهم يشيلون السيطره اي صح خلونا مطب حتى نوقف يعني تنحكي صحيح المهندس نبيل الصفاري متحدث باسم وزاره الاعمار والاسكان شكرا جزيلا لجنابك شكرا لك لمعلوماتك ولتلبيتك الدعوه شكرا لك تحياتي لك الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام مني ومن المعد حسين سعدون ومن كل فريق العمل الى اللقاء يسقيك الحقيقة زاهدة والبعض يخلطها سموما بالعسل يا طارق الأسرار من بين الجمل خير الكلام خير الكلام كلام ما قل ودا إذا انتبه عجب انتبه لا عاد انتبه لا تنتبه جاد انتبه الناس في لغة الخطاب مشارب فاحرص لنفسك أي كأس تشرب إنا وفي زمن بوام غارق غير الحقيقة ليس يصلح مركب الموروث لازم نحكيها بهو بيها وبيها وبيها كلمة تصبر على أولها بالنص رح تعرف تاليها وكل اللي قال وقال يصلح ويصلح الأحوال ولكن من يعد يعد ينجز ويحقق أمان والله نركب طيارة واسوي لي إشارة وشيرها من زخم للبصرة والعمارة حط الساعة فوق الساعة صفق صفو ما نتباع يجمعنا هالوطن الواحد يجمعنا هالوطن الواحد بس حط ايدك انت بدي بالنص ما نحكي هواه